انهيار وبكاء كريستيانو رونالدو بعد ما ضيع ركلة جزاء أمام حارس مرمى سلوفينيا ببطولة كأس أوروبا 2024. بس لحظة، في سبب تاني أهم خلى رونالدو ينهار لهالدرجة. بالمختصر، شغلت لقطات الأسطورة كريستيانو رونالدو ببطولة كأس أوروبا يورو 2024 وسائل التواصل الاجتماعي بعد ليلة مثيرة امتلأت بالمشاعر للأسطورة خلال مباراة البرتغال أمام سلوفينيا. وبالشوط الإضافي من المباراة أضاع رونالدو ركلة جزاء، وبهيدي اللحظة شعر رونالدو بأنه خذل منتخب بلاده وظهر هو وعم يبكي بشكل هستيري، بالرغم من تبقي شوط إضافي تاني على نهاية المباراة. لكن لقطة تانية نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت سبب آخر لانهيار رونالدو، واللي هي التفاته لوالدته اللي كانت حاضرة بين الجماهير، خاصة عند مشاهدته إلها على الشاشة هي وعم تبكي. وهون كانت لحظة انهيار رونالدو الحقيقية. ويذكر أنه البرتغال استطاعت التغلب على المنتخب السلوفيني وعبرت لربع نهائي بطولة اليورو 2024.